أهلا بكم. تأسست الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي في العام 2009 من أجل التكفل بتقديم الخدمات الأمنية وحراسة الأفراد والمنشآت وتأمين المؤسسات الخاصة والعامة. يتكون مجلس الإدارة من كبار الضباط المنحدرين من صفوف الجيش وقوات الأمن والحراسة. يرأس مجلس الإدارة في الموريتانية للأمن الخصوصي العقيد المتقاعد الشيخ والبهية العمدة الحالي لمدينة زويرات عاصمة المناجم في موريتانيا. تعزى فكرة تأسيس الشركة إلى الرئيس الحالي محمد والعبد العزيز من أجل تجميع أكبر كتلة داعمة لحكمه في مشروع ربحي مشترك. وهكذا انخرطت رابطات متقاعدي الجيش الوطني وقوات الأمن في شركة MSP بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن حل شركات الأمن الخصوصي في البلاد وإلغاء سريان تراخيصها القانونية بأثر رجعي. تهدف الشركة إلى إنجاز المهام التالية: تفتيش ومراقبة مداخل البنايات، إطلاق الإدارات بشكل تلقائي نحو كل المصالح المعنية في حالة الحوادث أو ما شابه ذلك، الطوارئ، مراقبة المباني الرسمية والخصوصية، تسيير مواقف السيارات، رقابة التحركات، دوريات وتفتيشات، تحرير سجل الأحداث، الإبلاغ. سمحت كل تلك الأهداف الطموحة تجاريا بأن تستقطب الشركة حوالي 3000 عامل قبل أن تقفز لتحتل صدارة قائمة المشغلين في موريتانيا. أهم الانتقادات التي وجهت إلى الشركة: ندد أصحاب الشركات الأمنية الملقاة تراخيصها بقرار وزير الداخلية حينها محمد البويليل واعتبروه دوسا على القانون 25/2009 وتسخيرا لسوق الأمن الخصوصي من أجل إدماج أكبر عدد ممكن من العسكريين ورجال الأمن السابقين. ووجهت خطوة تأسيس الشركة بالرفض من قبل منظمات حقوق الإنسان وصفتها بنقطة ارتكاز تجمع الميليشيات المسلحة التي تهدف إلى القيام بجمع المعلومات ومواجهة معارضة النظام في حالة الاحتياج إلى ذلك. تتهم الشركة من قبل نقابات مهنية كالاتحاد المستقل لعمال موريتانيا بالتعنت في رفض تحقيق مطالب العمال المشروعة. لجأت الشركة الموريتانية للتأمين الخصوصي لاكتتاب 50 حارسا من أجل إبدال عمالها المضربين وتأمين منشآت شركة سنيم في منطقتي المهودات وقلب الغينة، فرد العمال بإعلان فشل المفاوضات والاستنجاد برئيس الجمهورية في العاصمة السياسية نواكشوط. في صبيحة الأربعاء من فاتح أكتوبر الجاري غادر عشرات العمال مدينة زويرات باتجاه القصر الرئاسي ضمن مسيرة راجلة قطعوا خلالها 710 كيلومتر احتجاجا على ما أسموه تدني الأجور وتعنت الشركة المشغلة. منع والي نواكشوط السيد ماحي والحامد العمال من دخول العاصمة حيث استبقاهم على مشارف بوابتها الشمالية الشرقية للمدينة. فشلت جولات المفاوضات عن ثني عمال الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي عن إيقاف السير أو العدول عن الإضراب ومطالبهم العمالية. أعلن الحزب الحاكم عن تبنيه للمسيرة ووقوفه إلى جانب عمال الشركة الذي عبر أيضا هو عن تعاطفه مع المسنين المشاركين إلى جانبهم في المسيرة، وأوفد بعثة استطلاع وتفاوض دون أن تعثر على حل يناسب المضربين. ولم تفوت بعض القوى المعارضة الفرصة فأعلنت تضامنها مع العمال شأن حزب تواصل ذي التوجه الإسلامي. حذرت الشركة المشغلة من ميل المضربين إلى العنف والفوضى ووصفت قادتهم بالمشاغبين، لكن المركزيات النقابية في البلد رفضت الوصف وأكدت على شرعية الإضراب. أحد العمال رد بالقول بأن عائلات 300 عامل ستتقاطر فردا فردا لتكمل المشهد الاحتجاجي أمام بوابة القصر الرئاسي. يصر العمال على عدم العودة خائبين مؤكدين مرارا وتكرارا على أن أقوتهم باتت في خطر. يضعون قدما على طاولة المفاوضات مع الشركة عبر مفتشية الشغل ويسندون رجلا على سور القصر الرمادي. فمتى تعتدل وقفة الرجال الصامدين وكيف يجري التوفيق بين الطرفين؟